السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سأشرح لكم عملية التسجيل في موقع artistonic.com. قبل كل شيء نذهب أسفل الصفحة هنا ونغير اللغة إلى العربية. هكذا أصبح الموقع كله للغة العربية. نبدأ التسجيل، نبدأ بالاسم لنقول هنا اسم المستخدم. اسم المستخدم سيظهر في الرابط الخاص بك بعد artistonic.com، وهنا سيظهر اسمك، لذلك يجب أن تختار اسم يكون متاح. متاح، تمام. هنا البريد الإلكتروني، أوكي. كلمة السر، الشهر، تاريخ الميلاد، ذكر الدولة، سترى أي كل الدول الموجودة هنا. هذا سوريا، سوريان أرب ريبوبليك، المدينة دمسقس. تفضل وضع المدينة التي تعيش فيها لعملية البحث بعد ذلك، تسهيل عملية البحث. نوع المستخدم، هل أنت موهبة مشهور أم نجم، أم أنت فنان محترف، أم شركة إنتاج، أم فقط معجب تريد أن ترى المواهب. نضع موهبة. ما موهبتك؟ نقول فنان كوميدي. هنا كم شخص في الصورة؟ 6. نضع الصورة الخاصة بك، نقول هذه الصورة. وهنا يجب أن أضع علامة هنا على هذه، أوكي. وبعد ذلك نقوم بالتسجيل. سيدخلنا فورا إلى الصفحة الرئيسية في الموقع. هكذا دخل الآن. هذه هي صفحة الهوم أو الصفحة الرئيسية للموقع كالداخل. أدخل على صفحتي الآن، أضف صورة الغلاف، تحميل صورة. لقد تم تحميل الصورة الآن. هذه صفحتي طبعا، وهكذا أنت دخلت وعملت الصفحة الخاصة بك. نعود إلى الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية هنا ترى ما يضعه أصدقائك، يمكنك إضافة الأصدقاء هنا أو دعوة أصدقائك أيضا إلى الموقع لتقوموا بالتواصل. وسنشرح في فيديوهات بعد ذلك، كل شيء موجود إن شاء الله في الموقع. هذه فقط لعملية التسجيل، وشكرا لكم.